الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أخطر ما يواجه مجتمعًا بعد التحولات الحادة والثورات العاصفة والاضطرابات العنيفة وانهيار النظم ما يسميه الباحثون بالرومانسية الثورية. والرومانسية الثورية حالة نفسية تعيشها الجماهير وقتًا يطول أو يقصر، تعتقد فيه الخيال حقيقة والمثال واقعا. فإذا وسدت الأمة أمرها إلى أحد أبنائها بعد تلك التحولات والثورات، طالبته الجماهير أن يجعل الخيال شاخصا، والبعيد دانيا، والمستحيل ممكنا، وحاسبته حسابا عسيرا على العجز عن تحقيق ما لا يستطاع. إن الجماهير التي تصنع الثورات وتحدث التغييرات والتحولات تنسى بسبب الرومانسية الثورية أنها تعمق الفجوة بين الواقع والمثال، وتتسبب في الابتعاد عما خرجت بسببه بآماد وأميال، لأن ما قامت به كان سبباً مباشراً في تدمير منجزات وتعطيل مشروعات وتخريب ثروات. وحالة الرومانسية الثورية التي تعيشها الجماهير الثائرة بعد ثورتها تؤدي إلى قسمة غير عادلة، لأن الجماهير إذا حدث التغيير تعتقد أنها قد أدت ما عليها، ومن حقها أن تستريح ولا تريح، وأن تنعم بثمرات ما أنجزت من غير بذل مجهود. وعلى من ولته السلطة وحده عبء الإصلاح وتحقيق الآمال وتحويل الأحلام إلى واقع منظور مشهود. والجماهير الثائرة تعد ذلك حقاً أصيلاً له وواجباً متحتماً عليه. أليسوا هم من أتى به؟ فلهم إذن عليه المنة والفضل، وعليه أن يكون عبداً لمن خلفهم، وأن يكون قيناً لمن خلفوه ولأنفسهم من قبل هؤلاء وهؤلاء. وعليه أن يضرب الأرض لتخرج البطيخ، وينظر إلى السماء ليستنزل المن والسلوى. وأما هذه الجماهير فلا عليها أن تخلد إلى الراحة بعد شدة التعب، وأن تغفو بعد طول السهر، وترتاح بعد ما بذلته من مجهود في التغيير بالتخريب والتدمير. إن الفساد في المجتمع الإنساني قديم قديم، وليس من طبيعة المجتمع ما دام إنسانياً بشرياً أن يخلو من الفساد والإفساد بجميع صوره وبكل أشكاله، من عقدية وأخلاقية واقتصادية وسياسية وغيرها. لقد قتل ابن آدم قديماً أخاه لأجل الحسد،
وعذب من خرج مجاهدا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشملة غلها من الغنيمة. إن تحقيق المطالب الثورية بعطب الثورات تكليف للأشياء غير طبائعها، وهو جور لا عدل فيه ولا إنصاف. إن الاضطرابات والثورات تعميق للمعاناة وجلب للمشقات، والأمور بعد تلك الثورات تحتاج إلى تحمل العناء مضاعفة، لأن تعطيل الإنتاج المصاحب للثورات وكذا إهدار الثروات وتدمير الإمكانات يحتاج من أجل وقف نزيفه فقط إلى وقت طويل، فكيف بتحقيق الإنجازات والوصول إلى مأمول الغايات؟ إن الشعوب دائما بعد ثوراتها تعيش الحالة التي ذكرتها، وهي الرومانسية الثورية. أليس من حق الثائرين أن يستخرج لهم من كلفوه وحده الرفاهية من بئر الحرمان، والوفرة من جوف الفقر، والغفوة والدعة من رحم التعب والنصب والمعاناة؟ أليس من حق الذين جانبوا الفضيلة في الوصول إلى المراد أن يحيوا في فضائل المدينة الفاضلة التي توهموها، وفي الجنة الأرضية التي تخيلوها؟ ما أعظم الجهل وما أفحش الغباء. إن الرومانسية الثورية أشبه باعتقاد الأطفال في المصباح السحري، فالثائرون يعتقدون أنهم يعطون بثورتهم حكامهم قوة إصلاح الفاسد وتقويم المعوج وجلب المفقود وتحقيق الموعود، كما يعطي خادم المصباح مالكه طلبته في التو واللحظة من غير تباطؤ ولا تأخير. إن الناس لا ينقمون غالبا إلا واقعا خشنا تبرز أنياب معاناته كأنها أنياب أغوال، ويسير الناس فيه على مثل حد موسى تألما وصراخا، وعلى من يتولى أمرهم حال كونهم يفزعون عن واقعهم إلى الرومانسية الثورية، على من يتولى أمرهم والحالة هذه أن يردهم إلى الواقعية الحياتية برفق وحنو وصبر وإخلاص ومصارحة ومكاشفة، وإلا يفعل يزدد سخطهم ولا تؤمن نقمتهم. إنه نزع العقول وتحصيل الهباء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أخرج أحمد والبزار وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل والكذب. قال: قلنا: أكثر مما يقتل المسلمون في فروج الأرض. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار. قال: يقتل الرجل أباه، ويقتل أخاه، يقتل عمه، يقتل ابن عمه، يقتل جاره. قال: قلنا: ومعنا يومئذ عقولنا؟ قال: ينتزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليس هم على شيء. قال أبو موسى: ويم الله إن تدركني وإياكم تلك الأمور، ويم الله ما لي ولكم منها مخرج فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى أن نخرج منها كما دخلنا لا نحدث فيها شيئا.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه جاءه ابنه عامر فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مسلما نبى عنه وإن ضربت كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب الغني الخفي التقي. رواه مسلم وغيره. وعن محمد قال: نبيت أن سعدا رضي الله عنه قال: ما أزعم أني بقميصي هذا أحق مني بالخلافة، جاهدت وأنا أعرف الجهاد، ولا أبخع نفسي إن كان رجلا خيرا مني، أبخعها أي أقتلها غما وكمدا، لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر. وعن عامر الشعبي قال: لما قاتل مروان الضحاك بن قيس أرسل إلى أيمن ابن خريم الأسدي فقال: إنا نحب أن تقاتل معنا. فقال: إن أبي وعمي شهدا بدرا، فعهدا إلي ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله، فإن جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. فقال: اذهب. ووقع فيه وسبه. فأنشأ أيمن يقول: ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما في غير شيء فليس بنافعي ما عشت عيشي؟ قال حميد بن هلال: أتى مطرف بن عبد الله زمان بن الأشعث ناس يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعونني إليه، هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطب بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه. وقال حميد بن هلال أيضا: أتى مطرف بن عبد الله الحرورية أي الخوارج يدعونه إلى رأيه، فقال: يا هؤلاء، إنه لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة فلا أغرر بها، أي لا أحملها على غير ثقة ويقين. وقال مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أيضا: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس أو قال أطلب فضل الجهاد بالتغرير. وقال أيضا رحمه الله: إن الفتنة ليست تهدي الناس، ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه. ولأن يقول الله: لما لا قتلت فلانا، أحب إلي من أن يقول: لما قتلت فلانا. وعن عقبة بن إسحاق قال: كان منصور بن المعتمر يأتي زبيد بن الحارث فكان يذكر له أهل البيت ويعصر عينيه، يريده على الخروج أيام زيد بن علي، فقال زبيد: ما أنا بخارج إلا مع نبي وما أنا بواجده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر
من هجر ما نهى الله عنه. إن أي مجتمع تهي وتضعف فيه عرى الأخلاق وتضعف فيه مقومات النفوس الكبيرة، هيهات أن يوفق إلى تأسيس دولة متينة أو إقامة حكم رشيد. إن النفوس الدنيا لا يمكنها أن تقيم أحكام العلي الأعلى، ولا تستطيع وهي مخلدة إلى الأرض أن تستجيب لتعاليم الوحي أو تستقيم مع جوه النقي الطهور. والنفوس التي انحصرت في أهوائها الصغيرة لا تفقه الدين، ولو فقهته ما أصلحت به شيئا، فضلا عن أن تصلح هي به. وإذا رأيت رجلا يشتغل بجهاد الناس وهو مذهول عن جهاد نفسه، فاعلم أنه خطاف نهاب يريد الاشتغال بالسلب والنهب تحت ستار الدين. إن أولى الناس بالله من حكموا الله في أنفسهم وخضعوا لدينه في طواياهم وعاشوا له في شؤونهم التي لا يراها إلا هو جل اسمه، قبل أن يتظاهروا بالعيش له في كل زحام والغضب له في كل خصام. إن أولى الناس بالله من يقيم في نفسه سلطان الحق ويهزم نوازع الهوى، فإذا أذنت له الأقدار بامتداد كان البر بعباد الله أول ما ينتظر منه، وكان الجور عن الطريق آخر ما يرمى به. والمجتمعات الإسلامية مرتبكة في الساحات الدعوية وفي النظرة الإنسانية، وكذا فيما يتعلق بالسلوك الفردي والجماعي وفي المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، وذلك لعوامل كثيرة، منها الغزو الفكري والثقافي من المجتمعات الشرقية الملحدة والغربية الكافرة الفاجرة. فهذا كله أثر في السلوك الإسلامي وفي النظرة الإسلامية بنوع ارتباك لا تتجانس به النظرة في المجتمع الواحد، بل ولا في الأسرة الواحدة، بل ولا عند أصحاب المشرب الواحد. فالخلاف دائم والنزاع مستمر والأحوال من سيء إلى أسوأ، فهي حرب معلنة ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. وأيضا ارتباك المجتمعات الإسلامية والساحات الدعوية والنظرة الإنسانية الشخصية، هذا الارتباك كله سببه كثرة الاتجاهات الداعية إلى أفكار لا تكون حقيقية، قد تكون وهمية، بل هي وهمية، وقد تكون خيالية، من دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وسلوكية. فهذه كلها تتنازع النفس الإنسانية، فالنفس الإنسانية تبعا ممزقة مشتتة لا تكاد تستقيم على حال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري في صحيحه. لا يستطيع أن يتحصل مع بذل الجهد ومع الكد والجد على درهم حلال. فهذه ساحة من الساحات المرتبكة المضطربة، والناس فيها يترخصون، لأن كثيرا من الخلق عندهم وازع ديني مستقر، فالواحد منهم لا يستطيع أن يقدم على الحرام مع يقينه وعلمه بأنه حرام، بل لا بد أن يجمله وأن يلطفه وأن يلتمس له المبررات ويأخذ فيه بالتأويلات حتى يقدم عليه من غير انكسار أمام نفسه ولا احتقار لها. وكذا كل عاص له خلفية دينية سابقة أو مشاركة في دعوة أو ما أشبه،
فإنه يبرر لنفسه ما يصنع ويفزع مع التبرير إلى التأويل، مع أن الذي يصنع إنما هو من وحي الشيطان الرجيم، إلا أنه حتى لا ينكسر أمام نفسه، وهي حيلة نفسية معروفة، لا بد أن يأتي بالتبرير فيلتمس لنفسه المعاذير، وربما تخطى كل المحاذير لكي يصل في نهاية الأمر إلى تأويل يكون فيه أمام نفسه القائم بالحق وحده والمالك للصواب المطلق. وأما غيره فأهل انحراف وضلال وأصحاب زيغ وهوى، وهذا من عدم التجرد، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحق إلا متجردا. أما أن يدخل الإنسان على الحق بفكرة مسبقة معتقدا بأمور ثم بعد ذلك يدعي أنه باحث عن الحق، فهذا ليس ملتمسا للحق أبدا، هذا ضال. ما أوضح الحقيقة وما أكثر الأوهام. قال عاموس يادلين الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آمان في فبراير عام 2000 قبل أقل من عام مما وقع في مصر من الاضطرابات والثورات، قال إن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية، وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979. وقال يومها لقد تمكنا من إحداث الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة في مصر متوترة دائمة ومنقسمة إلى أكثر من جزء في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية وداخل المجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر. قال ذلك قبل سقوط نظام مبارك بقرابة عام، قال ذلك علانية وعلمه الناس، سمعوه وأيقنوا منه، بل لمسوا نتائجه، لأنه كان يتكلم عن النتائج لا عن المقدمات، كان يتكلم عن حصيلة ما كان من سنوات من المجهود وبذله في الوصول إلى هذا الأمر الذي تغيوه وأرادوا الوصول إليه، وهو ما تراه من التخالف الواقع بين المصريين، فلا تكاد ترى اثنين على قلب رجل واحد. لقد وقع الخلاف ودب النزاع وتخالفت الطرق التي تفضي إلى غايات متشتتة، مع أنه ينبغي أن تفضي جميعاً إلى غاية واحدة، وصار ما يتعلق بمستقبل البلد وبمستقبل الدين فيه وبمستقبل الأخلاق في نواحيه ونفوس أبنائه وبنيه، صار ذلك بمبعدة من أن يكون في بؤرة الشعور. لقد صار في هامش الشعور، صار ثانوياً والواجب أن يكون أصيلاً، صار وهماً وخيالاً لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وعلى المسلم أن ينظر إلى ما قدره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، أي بعد وقوع الخروج والفرقة والاختلاف والتنازع، بتدبر ما حصل ووقع من الخير والشر، وأن ينظر في النتائج والعواقب والمنافع والمفاسد والمصالح والأضرار. وهذه أيضا مسألة من الوضوح والبيان في غاية. عن أيوب رحمه الله قال حين ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث
لا أعلم أحدا منهم قتل إلا وقد رغب له عن مصرعه، ولا نجا فلم يقتل إلا قد ندم على ما كان فيه. أخرجه ابن سعد والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والرجاء والإقلاء عن الذنوب. أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة وابن عساكر. وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 25 خارجا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم نجاح في خروجه. وقد استقرأ شيخ الإسلام رحمه الله التاريخ ونظر إلى كل ما حصل منذ زمن الصحابة إلى زمانه، وتتبع النتائج المترتبة على كل خروج، فقال: إنه لم ير خروجا واحدا على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضعاف ما كان ينتظر من الخير، ولم تتحقق الفائدة والثمرة التي أرادوها من الخروج. حتى قال رحمه الله: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. قال رحمه الله تعالى: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. وتأملوا أنتم الآن ما وقع في ليبيا، وما يقع في سوريا، وما وقع في اليمن، بل وما وقع في تونس، فإنهم يريدون إعادتها جذعة. وتذكروا ما وقع في مصر من الفوضى وسلب الأموال وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء وهتك الأعراض والخوف الملازم المقيم. تذكروا ولا تنسوا، فإن الأمر جد لا هزل فيه، وهذا واضح في الخروج الذي كان على عثمان رضي الله عنه، وما كان أيضا من خروج على علي رضي الله عنه، وكما وقع من الخروج على يزيد بن معاوية في المدينة وعلى خلفاء بني أمية، وكذا ما وقع من الخروج الذي حصل في الدولة الإسلامية العباسية زمن المنصور وغيره.
لم يأتِ الخروج على الحكام إلا بالشر. وفي قصة الحجاج وموقف الصحابة منه كابن عمر رضي الله عنهما وغيره، وكذلك في موقف التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم، في ذلك كله عظات وعبر وبراهين. إن الذين لم يقرأوا التاريخ يظنون ما صنعته أمريكا بالعراق من اختلال وتقسيم أمرًا مفاجئًا جاء وليد الأحداث التي أنتجت، وما حدث أيضًا في جنوب السودان له دوافع وأسباب، ولكن الحقيقة الكبرى أنهم نسوا أن ما يحدث هو تحقيق وتنفيذ للمخطط الاستعماري الذي خططته وصاغته وأعلنته الصهيونية والصليبية العالمية لتفتيت العالم الإسلامي وتجزئته وتحويله إلى فسيفساء ورقية يكون فيها الكيان الصهيوني السيد المطاع، وذلك منذ إنشاء هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين سنة 48 و900 وألف. وهذه وثيقة لبرنارد لويس يهدف من تعريف المسلمين بنشرها المخطط الذي خطط لهذه الأمة، والذي ينبغي أن يذيع وينتشر بين الشباب خاصة الذين هم عماد الأمة وصانعوا قوتها وحضارتها ونهضتها، والذين تعرضوا لأكبر عملية غسيل مخ يقوم بها فريق يعمل بدأب لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي لوصم تلك المخططات بأنها مجرد نظرية مؤامرة، رغم ما نراه رأي العين ماثلاً أمامنا من حقائق في فلسطين والعراق والسودان وأفغانستان وليبيا وسوريا واليمن، وما يريدون إحداثه في مصر، والبقية آتية لا ريب إذا غفلنا. وحتى لا ننسى ما حدث لنا وما يحدث الآن وما سوف يحدث في المستقبل، فيكون دافعاً لنا على العمل والحركة لوقف الطوفان القادم. فأما صاحب المخطط فهو برنارد لويس العراب الصهيوني أعدى أعداء الإسلام على وجه الأرض، حيي بن أخطب العصر الحديث الذي قاد الحملة ضد الإسلام ونبي الإسلام، وخرج بوفد يهود المدينة ليحرض الجزيرة العربية كلها على قتال المسلمين والتخلص من رسولهم صلى الله عليه وسلم. كذا صنع حيي بن أخطب وبرنارد لويس، وحيي بن أخطب العصر الحديث صاحب أخطر مشروع في هذا القرن، يعني في القرن العشرين، لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب، والذي نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. وقد ولد برنارد لويس في لندن عام 1600 وألف، وهو مستشرق بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية. تخرج في جامعة لندن وعمل فيها مدرساً في قسم التاريخ للدراسات الشرقية الإفريقية، وكتب لويس كثيراً وتداخل في تاريخ الإسلام والمسلمين حتى اعتبر مرجعاً فيه، فكتب عن كل ما يسيء للتاريخ الإسلامي متعمداً، فكتب عن الحشاشين وأصول الإسماعيلية والناطقة والباطنية والقرامطة، وكتب في التاريخ الحديث نازعاً النزعة الصهيونية التي يصرح بها ويؤكدها. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً قالت فيه إن برنارد لويس، وهو المؤرخ البارز للشرق الأوسط، قد وفر الكثير من الذخيرة الأيديولوجية لإدارة بوش في قضايا الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب، حتى إنه يعتبر بحق
منظرا لسياسة التدخل والهيمنة الأمريكية في المنطقة. وقالت الصحيفة نفسها إن لويس قدم تأييدا واضحا للحملات الصليبية الفاشلة، وأوضح أن الحملات الصليبية على بشاعتها كانت رغم ذلك ردا مفهوما على الهجوم الإسلامي خلال القرون السابقة، وأنه من السخف الاعتذار عنها، رغم أن مصطلح صدام الحضارات يرتبط بالمفكر المحافظ صموئيل هنتينجتون، فإن لويس هو من قدم التعبير أولا إلى الخطاب العام. ففي كتاب هنتينجتون وقد صدر في سنة 96 و900 و1000 أشار إلى فقرة رئيسة في مقال كتبها لويس عام 90 و900 و1000 بعنوان جذور الغضب الإسلامي. قال فيها: هذا ليس أقل من صراع بين الحضارات، ربما تكون غير منطقية، لكنها بالتأكيد رد فعل تاريخي منافس قديم لتراثنا اليهودي والمسيحي وحاضرنا العلماني والتوسع العالمي لكليهما. طور لويس روابطه الوثيقة بالمعسكر السياسي للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة منذ 70ات القرن 20، حيث يشير جريشت من معهد العمل الأمريكي إلى أن لويس ظل طوال سنوات رجل الشؤون العامة، كما كان مستشارا لإدارة بوش الأبي والابن. وفي اليوم الأول من الشهر الخامس من سنة 2006 ألقى ديك تشيني نائب الرئيس بوش لابن خطابا يكرم فيه برنارد لويس في مجلس الشؤون العالمية في فيلادلفيا، حيث ذكر تشيني أن لويس قد جاء إلى واشنطن ليكون مستشارا لوزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط. لويس الأستاذ المتقاعد بجامعة برنستون ألف 20 كتاباً عن الشرق الأوسط، من بينها العرب في التاريخ والصدام بين الإسلام والحداثة في الشرق الأوسط الحديث وأزمة الإسلام وحرب مقدسة وإرهاب غير مقدس. ولم يقف برنارد لويس عند استنفار القيادة في القارتين الأمريكية والأوروبية، وإنما تعداه إلى القيام بدور العراب الصهيوني الذي صاغ للمحافظين الجدد في إدارة الرئيس بوش لبن استراتيجيتهم في العداء الشديد للإسلام والمسلمين. ولقد شارك برنارد لويس في وضع استراتيجية الغزو الأمريكي للعراق، حيث ذكرت الصحيفة الأمريكية أن برنارد لويس كان مع الرئيس بوش لبن ونائبه تشيني خلال اختفاء الاثنين على إثر حادثة ارتطام الطائرة بالمركز الاقتصادي العالمي. وخلال هذه الاجتماعات ابتدع لويس للغزو مبرراته وأهدافه التي ضمنها في مقولات صراع الحضارات والإرهاب الإسلامي. وفي مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع لويس في 20 من الشهر الخامس من سنة 2005 قال الآتي بالنص: إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضرهم، وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات. ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم وإعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية. وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة لتجنب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان. إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، ولا داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم. ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك: إما أن نضعهم تحت سيادتنا
أو ندعهم ليدمروا حضارتنا، ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية دون مجاملة ولا لين ولا هوادة. والكلام ما زال لبيرنارد لويس. ولا مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية دون مجاملة ولا لين ولا هوادة ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة. ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها، واستثمار التناقضات العرقية والعصبيات القبلية والطائفية فيها قبل أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمر الحضارة فيها. انتقد لويس محاولات الحل السلمي، وانتقد الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان، واصفاً هذا الانسحاب بأنه عمل متسرع ولا مبرر له. فالكيان الصهيوني يمثل الخطوط الأمامية للحضارة الغربية، وهي تقف أمام الحقد الإسلامي الزائف نحو الغرب الأوروبي والأمريكي. ولذلك فإن على الأمم الغربية أن تقف في وجه هذا الخطر البربري دون تلكؤ أو قصور، ولا داعي لاعتبارات الرأي العام العالمي. وعندما دعت أمريكا سنة 2007 إلى مؤتمر أنابوليس للسلام، كتب لويس في صحيفة وول ستريت يقول: يجب ألا ننظر إلى هذا المؤتمر ونتائجه إلا باعتباره مجرد تكتيك موقوت غايته تعزيز التحالف ضد الخطر الإيراني، وتسهيل تفكيك الدول العربية والإسلامية، ودفع الأتراك والأكراد والعرب والفلسطينيين والإيرانيين ليقاتل بعضهم بعضا كما فعلت أمريكا مع الهنود الحمر من قبل. وأما مشروع بيرنارد لويس لتقسيم الدول العربية والإسلامية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة لسياستها المستقبلية، ففي عام 1980 والحرب العراقية الإيرانية مستعرة، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجينسكي بقوله: إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن سنة 1980 هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران، تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو. وبعقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك بيرنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية جميعاً كلاً على حدة، ومنها العراق وسوريا ومصر والسودان وإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول الخليج ودول الشمال الإفريقي، وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية. وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت، بوحي من مضمون تصريح بريجينسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر الخاص بتسعير حرب خليجية ثانية تستطيع الولايات المتحدة من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو، بحيث يكون هذا التصحيح متسقاً مع الصالح الصهيو أمريكي. وفي عام 1983 وافق الكونغرس بالإجماع في جلسة سرية على مشروع الدكتور بيرنارد لويس، وبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية لسنوات مقبلة.
وقد كان، وكل يشاهد ويعلم ويتيقن، ولكن كأنه ينظر ولا يبصر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشاعر القديم: لقد أسمعت لو ناديت حيًّا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إن الفرصة ما زالت سانحة، ما زالت الفرصة سانحة، والمؤامرة ما زالت واضحة. إن الإدارة الأمريكية الحالية متعجلة في أمرها لقطف الثمار قبل المغادرة والرحيل. إن الرجل مع إدارته لا يريد أن يغادر حتى يرى العالم كله تهاوي النظام في مصر، حتى يرى العالم كله استكمال المخطط الذي عوق بسبب ما أراد الله رب العالمين من الرحمة والسلام بهذا البلد. يريد الرجل ألا يجني غيره ثمار ما قدم، لأن كلاً يكتب في تاريخه ما كان في عهده، وكلهم يحرص على إثارة حرب محدودة أو موسعة في عهده من أجل أن يكتب ذلك في تاريخه في ولايته، تنويراً للعالم وأخذاً بيده إلى الجادة المستقيمة للعقل وإلى الصراط المستقيم للتفكير، بعيداً عن المعتقدات والرجعية وعن الديانات المعوقة وهم متعصبون لما يعتقدون. ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود، وهو حديث صحيح. وأما تفاصيل المشروع الصهيوني لتفتيت العالم الإسلامي على حسب ما وضعه برنارد لويس، فهو: مصر والسودان. أولا، مصر تفكك إلى 4 دويلات: الأولى سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي، ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات. وأما الدويلة الثانية فالدويلة النصرانية، عاصمتها الإسكندرية، وتمتد من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط، وتتسع غرباً لتضم الفيوم، ثم لتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرو ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية، وقد اتسعت لتضم أيضاً جزءاً من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح. الدويلة الثالثة دويلة النوبة المتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية، عاصمتها أسوان، وتربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة. تربط هذا الجزء بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر. ومن الآثار السلبية والنتائج الكارثية لما وقع من الاضطراب في مصر ما كان
مما عبث به في حصة مصر من المياه، وما أقيم على النيل من السدود، وما كانت أثيوبيا ولا غيرها قبل انهيار النظام الحاكم في مصر في شهر فبراير سنة 2011، ما كانت أثيوبيا ولا غيرها بالمستطيعة أن تفعل شيء، وإنما انتهزت الفرصة بعدما وقع الاضطراب ودبت الفوضى في أوصال العلاقات بين المصريين، وشغلوا بأنفسهم وعكفوا على السفاسف من الأمور، وتركوا مصيرهم ومصير أبنائهم وحفدتهم نهب الرياح الأربعة، لا يدرى أين يرسى بذلك ولا أين يكون. كل ما وقع إنما وقع بسبب أمثال هذه الأمور من الاضطرابات والفوضى الذي وقع وهو واقع ويتفاقم، فإنه قد تم انتقاص ما يزيد على 1.25 مليار من الأمتار المكعبة من حصة المياه النيلية لمصر في هذا العام، والبقية تأتي من أجل التصحر، من أجل الجفاف، من أجل الخراب في ربوع مصر حفظها الله رب العالمين، لأن الدولة تشغل بالواقع المضطرب في الداخل، والنفوس لا تهدأ ولا تستكين، والمصريون يخربون بيوتهم ووطنهم بأيديهم وأيدي المتآمرين في الداخل والخارج على السواء، وكل ما يفتعل من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنويرية والعلمانية، كل ذلك من الأمور المفتعلة من أجل أن تشغل الدولة على محاور متعددة، في الشمال الشرقي بسيناء، وفي الغرب بالدواعش والتكفيريين والإخوان يأتون من الحدود الغربية، وكذلك ما يتم التمهيد له من أجل انفصال النوبة في جنوب مصر حفظها الله جل وعلا، مع الخطر الذي يتهددها من البحر في الشمال وفي الشرق، إلى غير ذلك من الفتن الواقعة والأزمات المفتعلة في الديار المصرية التي لا ينقصها بفضل الله تبارك وتعالى شيء، فكل شيء فيها موجود، ولكنه الاحتكار البغيض الذي تقوم به ثلة فئة من الناس من المتآمرين ومن الطماعين الجشعين الذين يخربون وطنهم من غير قصد، وإنما القصد عندهم أن يتحصلوا على المزيد والمزيد، تماماً كأولئك الأغنياء الذين يخلفون دائماً كل الحروب، أغنياء الحرب من مصاص الدماء. لا أعني بهم فقط الذين يتاجرون في السلاح من الشركات التي تنتجه في العالم كله، وإنما من الجشعين الطماعين في كل مجتمع، لا يرغبون في مجتمعهم ولا في بني وطنهم ولا في دينهم ولا في عقيدتهم إلا ولا ذمة، ويخربون وطنهم وعقيدتهم ودينهم بأيديهم وأيدي المتآمرين الملوثة بدماء إخوانهم من مواطنيهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الدويلة الرابعة في مصر بعد التقسيم، مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة، والجزء المتبقي من مصر بعد التقسيم الذي مر يراد لها أن تكون أيضاً تحت النفوذ الإسرائيلي، حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائها، فهذا جزء من المخطط مرسوم معد، ويجهز له كل ما يمكن من الإمكانات والاستعدادات من الفكر ومن النفوس ومن الأيدي الباطشة الملوثة بالخيانة إلى غير ذلك من المعدات، وحروب الجيل الرابع وما أشبه من هذه الأمور، كل ذلك يجهز على قارعة الطريق، والناس يمرون لا يبالون ولا يلتفتون، وإذا نظروا لا يبصرون، وإذا أبصروا لا يفقهون ولا يفهمون. وطنكم هو المراد، حافظوا عليه، اتقوا الله فيه، سنمضي جميعا، لن يبقى منا أحد، وسيبقي الله تبارك وتعالى هذا التراب. حافظوا عليه لأبنائكم، حافظوا عليه لحفدتكم،
حافظوا على أعراضكم، حافظوا على مستقبل هذه الأمة حتى لا ينهار الحصن الأخير. مصر حفظها الله رب العالمين. السودان تقسم إلى أربع دويلات، دويلة النوبة وهي متكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان، دويلة الشمال السوداني الإسلامي، ودويلة الجنوب السوداني النصراني، وقد أعلن انفصالها وصارت جمهورية برأسها دارفور، وهي الدويلة الرابعة، والمؤامرات مستمرة لفصلها عن السودان بعد ما انفصل الجنوب، حيث إنها أي دارفور غنية باليورانيوم والذهب والبترول. دول الشمال الإفريقي، تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة دولة البربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان ودويلة البوليساريو، والباقي دويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا شبه الجزيرة العربية والخليج، إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة، ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج ثلاث دويلات فقط: دويلة الأحساء الشيعية وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين، دويلة نجد السنية ودويلة الحجاز السنية. العراق، تفكيك العراق على أسس عرقية ودينية ومذهبية على النحو الذي حدث في سوريا في عهد العثمانيين إلى ثلاث دويلات: دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة، ودويلة سنية في وسط العراق حول بغداد، ودويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل كردستان، تقوم على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية سابقاً. وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 29 من الشهر التاسع من سنة 2007، صوت على تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات وهي التي ذكرت، وطالب مسعود برزان بعمل استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان العراق مع اعتبار عاصمته محافظة كركوك وهي غنية بالنفط، مع اعتبار هذه المحافظة محافظة كردية، ونال مباركة عراقية وأمريكية في أكتوبر سنة 2010، وهو المعروف بدستور برايمر وحلفائه من العراقيين. وقد أقر الفيدرالية التي تشمل الدويلات الثلاث على أسس طائفية: شيعية في الجنوب، سنية في الوسط، كردية في الشمال، بعقب احتلال العراق في مارس إبريل سنة 2003. سوريا تقسم إلى أقاليم متمايزة عرقياً ودينياً ومذهبياً إلى أربع دويلات: إلى دويلة علوية شيعية على امتداد الشاطئ، ودويلة سنية في منطقة حلب، ودويلة سنية حول دمشق، ودويلة الدروز في الجولان ولبنان من الأراضي الجنوبية السورية وشرق الأردن مع الأراضي اللبنانية. لبنان، تقسم لبنان إلى ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ودينية، إلى دويلة سنية في الشمال عاصمتها طرابلس، ودويلة مارونية في الشمال عاصمتها جونية، ودويلة سهل البقاع العلوية وعاصمتها بعلبك، وتكون خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان، وإلى بيروت الدولية أي المدولة، وإلى كانتون فلسطيني حول صيدا حتى نهر الليطاني تسيطر عليه منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى كانتون كتائبي في الجنوب والتي تشمل مسيحيين ونصف مليون من الشيعة، ودويلة درزية في أجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة، وإلى كانتون مسيحي تحت النفوذ الإسرائيلي. إيران وباكستان وأفغانستان تقسم إلى عشر كيانات عرقية ضعيفة: كردستان، أذربيجان، تركستان، عربستان، إيرانستان، وهو ما يتبقى من إيران بعد التقسيم،
بوخونستان، بلونستان، أفغانستان أي ما تبقى منها بعد التقسيم، باكستان أي ما تبقى منها بعد التقسيم، كشمير، تركيا، انتزاع جزء منها وضمه للدولة الكردية المزمع إقامتها في العراق، الأردن، تصفية الأردن ونقل السلطة للفلسطينيين، فلسطين ابتلاعها بالكامل وهدم مقوماتها وإبادة شعبها، اليمن، إزالة الكيان المتماسك في الدولة اليمنية بشطريها الجنوبي والشمالي حتى يقع الانقسام مع اعتبار مجمل أراضيها جزءاً من دويلة الحجاز. فماذا يتبقى؟ أمر جد لا هزل فيه، إنهم يعلنونكم، يلوحون للثور بالخرقة الحمراء، والثور أحمق وأخرق من الخرقة، لا يدري يندفع يميناً وشمالاً، ولا يصيب إلا أولياءه قبل أعدائه، يدوسهم بأظلافه، ينطحهم بقرنيه، يتخلص من أوليائه ولياً بعد ولي، ويسلم الأمر والزمام لأعدائه، ينخرون فيه، في أساسه، في نظامه، والخيانة تشمها في كل مكان. إني لا أسمع دمدمة الفوضى وأشم رائحة الخراب، فالله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يكبت الظالمين المتآمرين، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.